رئيس مجلس القيادة يعين قائدا للمنطقة العسكرية الثانية ومديرا لكلية الشرطة بحضرموت ومستشارا لوزير الدفاع. اللواء الزبيدي يلتقي القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن. رئيس الوزراء تنسيق الحكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة في عدن وحضرموت ولحج وتعز. من مبنى تلفزيون حضرموت الحكومي بمدينة المكلا نقدم لكم نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 188 لسنة 2023 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن طالب سعيد عبد الله برجاش قائدا للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى إلى رتبة لواء. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 189 لسنة 2023 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء فائز منصور سعيد قحطان مستشارا لوزير الدفاع. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 187 لسنة 2023 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الدكتور صالح بن ناصر التميمي مديرا لكلية الشرطة. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 191 لسنة 2023 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد فاروق عبد القوي قائد صالح ناصر قائدا للواء الأول دفاع ساحلي ويرقى إلى رتبة عميد. كما صدر أيضا قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 192 لسنة 2023 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد سعيد عبد الله أحمد يسلم باقعود قائدا للواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى إلى رتبة عميد. كذلك صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2023 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين المقدم سعيد فرج سعيد محمدان باضاوي رئيسا لأركان حرب اللواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى إلى رتبة عقيد. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 190 لسنة 2023 للميلاد. قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد سالم عبد الله سعيد الخنبشي مستشارا لوزير الداخلية. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العالمي رئيس المجلس وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضواء المجلس سلطان العرادة وطارق صالح. وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية وفي المقدمة مستجدات الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، إضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الوطني والمتغيرات السعرية في العملية أو في العملة المحلية والسلع الأساسية والتداعيات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الغاشم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأقر الاجتماع عددا من المعالجات للتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية وتعزيز الإجراءات الحكومية لتحسين الموارد والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن يغفيني كوردوفا لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بجهود إنهاء الحرب وأحلال السلام في بلادنا.
وجدد اللواء الزبيدي التأكيد على جدية مجلس القيادة الرئاسي في الدفع بجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، منوها إلى أهمية الدور الروسي المساند للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن. من جانبه أكد القائم بأعمال السفير الروسي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة واستعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة اليمنيين. أعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عن تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت ولحج، إضافة إلى تعز بما من شأنه تغيير التدخلات الدولية في اتجاه استعادة مسار التنمية. وأوضح رئيس الوزراء في كلمة وجهها خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2024-2026 للميلاد، إن هذه الخطة التي تأتي كمرحلة أولى يمكن أن تقدم نموذجا رائدا يكون دليلا للمحافظات الأخرى. ووجه رئيس الوزراء المشاركين في الورشة بمناقشة الخطة وبلورة الرؤى المناسبة لتنفيذها، منوها بتركيزها على الأولويات بشمولية في جوانب الحوكمة والإدارة العامة والسلام والأمن والخدمات الأساسية والاجتماعية. أعربت وزارة خارجية بلادنا عن إدانتها الشديدة لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة بقطاع غزة الذي أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الاستمرار في قصف المنشآت المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز النزوح دون رادع يمثل سابقة في تجاهل القانون الدولي الإنساني وخرقا فاضحا لكل القوانين والأعراف الدولية وجريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها للعدالة. كما دعت المجتمع الدولي إلى وضع حد لإراقة الدماء وإرهاب الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف ذلك بشكل فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإنهاء هذه المعاناة. تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة مع سحب متفرقة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مستقرة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا مائلة إلى البرودة ليلا. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة جافة ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس. ختام النشرة مشاهدينا إليكم تذكير بما جاء فيها من أنباء.
رئيس مجلس القيادة يعين قائدا للمنطقة العسكرية الثانية ومديرا لكلية الشرطة بحضرموت ومستشارا لوزير الدفاع. اللواء الزبيدي يلتقي القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليابان. رئيس الوزراء تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة في عدن وحضرموت ولحج وتعز. ولمتابعة المزيد من نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. دمتم في أمان الله.